مجلد مهم ومبحث مهم جدا جدا جدا، نحن تغاضينا عنه كإعلام، لكن في النهاية عندنا فرصة للإحاطة به والتنوير عليه، خاصة أنه يتعاطى مع قضية المشكلة السكانية بمنهج تنموي، تنمية الأسرة، حتى لا يجفل البعض ولا يخشى البعض ولا يعني يتعارك البعض. احنا بنتكلم عن تنمية الأسرة، كيف تصل بالأسرة إلى الوضعية السليمة لتكون خلية صالحة في مجتمع ناضج وصالح وقادر على النمو. تفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أشكر سيادتك على هذا التقديم، كل الشكر، والإشادة بهذا الدور الإيجابي الذي قامت به دار الإفتاء المصرية. والحقيقة احنا بننطلق من مهام قومية ومهام وطنية في الحفاظ على مقومات المجتمع. لا شك أن الأسرة هي العمود الأول وهي البذرة الأولى التي سينطلق منها المجتمع. المجتمع عبارة عن فرد مكرر، عبارة عن مجموعة أسر، والأسر هي عبارة عن لقاء بين رجل والمرأة في إطار عقد شرعي صحيح. يتكون هذا المجتمع من هذه اللبنات الأولى. لابد من العمل على تنمية الأسرة. الكتاب هو جزء من المعلمة المصرية لعلوم الإفتاء. احنا في الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، الحقيقة بنعنى بهذه القضايا. أصدرنا 50 مجلد إلى الآن في المعلمة. من هذه المجلدات في مجلدات خاصة بتنمية الأسرة، وفي مجلدات خاصة بدعم الاقتصاد الوطني، وفي مجلدات خاصة بالعلاقة يعني العلاقة البينية فيما بين الفتوى وبين المجتمع، فيما بين الفتوى والقانون. وطلعت سيادتك برضو الفتوى وقضايا المناخ. وقضايا المناخ. والفتوى وقضايا الأوبئة. صحيح. وما إلى ذلك يعني. يعني احنا الآن بنقول نحن ننطلق من الفتوى التقليدية إلى فتوى خادمة للمجتمع. أسميها الفتوى التنموية. التنموية التي تحرص على إبراز أهم القضايا الكبرى. لم نكن يعني معنيين فقط بالقضايا الجزئية البسيطة التي نحتاجها في إطار تقويم سلوكنا العبادي وإطار يعني سلوكنا المجتمع البسيط، لكن أيضا نريد أن نتشابك ونشتبك ونتفاعل بقوة من منطلق أيضا أن الشريعة جاءت لأجل هذا، جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، فكأنها جاءت للأخذ بيد الإنسان. عظيم. فبما أن هذا الأمر، يبقى نحن إذا تنمية الأسرة من المهام الأساسية للفتوى. ولذلك سيادتك يعني احنا اشتغلنا على محاور عديدة في تنمية الأسرة، وبصفة خاصة منذ أن أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة، وده مشروع عملاق ويحتاج إلى تضافر كافة أجهزة الدولة. لابد من أن الدولة كلها أو أجهزة الدولة المؤسسات تشتبك وتتعاون مع بعضها البعض في إنتاج ما يمكن أن يحقق من برامج كثيرة جدا تحقق تنمية الأسرة على كافة الأصعدة. ولذلك القضية السكانية ليست هي قضية فقط تقليل عدد السكان فقط، بقدر الارتقاء أيضا بالسكان. يعني وكأن حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحسنا حسا على هذه على هذا النماء في السكان، نماء إيجابيا يؤدي إلى إيجاد دور حقيقي للإنسان في عمارة هذا الكون أو في عمارة هذه الأرض.